بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء التاسع من الفصل الأول لمقرر هندسة البرمجيات. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن كيس ستاديز، بعض الحالات الدراسية، وهناخد حالتين دراسيتين ونشوفهم مع بعض. أيوه، كيس ستاديز مقصود إيه بكلمة حالة دراسية؟ عايز أوضح لك يعني إيه برنامج، إزاي تقراه، إزاي تشوفه من الأول خالص، إزاي تبدأ تتعرف عليه وترسم حاجات بسيطة قوي. ممكن تبتدي بالهاردوير بتاعه، وكمان ترسم ايه كمان الاكتيفيتي دايجرام معايا. ده ان شاء الله هيعرفك على التفاصيل دي بايه لكل جزء. طيب يا جماعه نبتدي ناخد مع بعض الجزء الاولاني اللي هو ايه الكيس ستادي الاولانيه اللي هي بيرسونال انسولين ايه بامب، ثم بعد ذلك هناخد حاجه اسمها مينتال هيلث كيس بيشنت مانجمنت سيستم. نشوف اول جزء مع بعض اللي هو انسولين بامب كنترول سيستم. يا جماعه في الجزء دوت هنتعرف ازاي تعرف نظام من اول مره، وانت ممكن ما يكونش تعرف عنه على اي فكره قبل كده، يعني ممكن تكون انت ما شفتوش قبل كده خالص، لكن تقراه. احنا هنتعود مع بعض ازاي نقرا النظام، ازاي نعرفه، وبعد كده نرسم رسمه بسيطه توضح ايه، توضح النظام ده بيشتغل ازاي معايا يا جماعه. يعني مثلا الجزء اللي معانا دلوقتي اللي هو الانسولين بامب كنترول سيستم، ده نظام تحكم في ايه مضخه الانسولين، وده لمرضى لا قدر الله المصابين ايه بالسكر معايا. ده نظام حيوي جدا وكريتيكال جدا. ليه؟ لان مريض السكر مش مستحمل انك انت كطبيب يعني انك انت تتاخر عنه شويه، فالطبيب محتاج ايه برنامج او سوفت وير يتحكم في مضخه الانسولين، بحيث اول ما البلاد شوجر يتغير او سكر الدم، السكر يتغير في الدم بنسبه معينه على طول مباشره، ما استناش البرنامج يضخ طبعا الانسولين مباشره فين؟ في المريض معايا يا جماعه. اذا برنامج مهم، مهم جدا. ممكن اي مستشفى جديده تقول لك لو سمحت اعمل لنا البرنامج ده، مهم جدا بالنسبه لنا. اذا لابد ان احنا نتعرف على البرنامج ونعرف خطواته، مش كده؟ طيب انت بقى مهمتك ايه؟ انت اول مره في حياتك تشوف برنامج زي ده، تقرا تشوف البرنامج ده بيقول ايه، تحلله من الاول. تعال نقرا مع بعض. بيقول لك ايه؟ collect this data، هتجمع الداتا from blood sugar sensor، هيبقى في سنسور. يعني بيقول لك في سنسور بيقيس ايه كميه ايه السكر في الدم، وبيحسب بقى بالطبع كميه الانسولين المفروض ضخها، and calculates the amount of insulin required to be injected. يبقى احنا بنقرا البرنامج واحده واحده وبالراحه عشان نشوف احنا محتاجين ايه ونعمل ايه، وايه الهاردوير اللي احنا محتاجينه معايا لو هو محتاج هاردوير. جميل جميل. يبقى اذا احنا دلوقتي بنقول ايه؟ بنقول احنا بنجمع الداتا من الايه؟ ها؟ من البلاد شوجر، داتا من سنسور، السنسور دوت بايه؟ بيقيس البلاد شوجر معانا معايا، وبيحسب ايه يا جماعه؟ وبيحسب كميه الانسولين المضخه ايه؟ المضخه. لما يجي تحسب كميه الانسولين مش كده؟ برضو الكميه دي بتتغير اكيد، لان السكر الدم ما بيبقاش ثابت، كل ما سكر الدم، السكر في الدم يتغير الليفلز بتاعه، يبقى ايه؟ اذا يبقى من المفترض ان احنا نضخ كميه انسولين بمعدل متغير. اذا نقول ايه بقى؟ calculation based on ايه؟ ها the rate of change of blood sugar levels. وايه كمان؟ اول ما تبدا الحسابات احسب كميه الايه؟ ها الانسولين اللي هنضخها. ايه كمان؟ على طول بيدي اشاره البامب، مايكرو بامب كده، بامب صغيره، مضخه صغيره كده، ممكن يا سيدي سماها حقنه صغيره مش كده؟ عشان توصل مين كميه الانسولين فين؟ في الدم. معايا؟ send signals to micro pump to deliver the correct dose. بنقرا سوا، بنتعرف ازاي النظام بيجي لنا، ازاي بيبقى مكتوب معاه، وفي النظام بيقول لك ايه، خلي بالك النظام ده لابد ان يكون سيفتي كريتيكال، يعني غايه في الايه، في الامان والحمايه. ليه؟ لان اي تغيير في البلاد شوجر، سكر السكر في الدم، بينتج عنه مشاكل، ممكن لا قدر الله يحصل مشاكل كبيره، يعني ممكن مثلا لا قدر الله يحصل كوما ويحصل كمان دس معايا يا جماعه. اذا عايز يقول لك اقرا بعنايه، كل حاجه هتعملها مهمه جدا. طب تعالوا نشوف بقى ايه، طب ازاي تكون الهاردوير؟ انت بتحلل الكلام اللي جاي لك دوت بالراحه وبالتفصيل، وتبدا تقول طب انا محتاج ايه؟ ايه الاركتكشر؟ ايه المكونات الماديه اللي انا محتاجها؟ هنتعرف مع بعض على المكونات الماديه اللي انت ممكن تحتاجها في مثال زي الانسولين بامب هاردوير معايا. طيب بنقول ايه؟ بنقول اكيد احنا محتاجين باور سبلاي مش كده؟ لاي جهاز في الدنيا محتاج باور سبلاي، يبقى اذا محتاج باور سبلاي. وايه كمان يا جماعه؟ فكر كده، محتاج ايه كمان؟ صح، برافو، كنترول المتحكم يتحكم في الاجهزه الايه اللي احنا لسه متكلمين فيها دلوقتي، زي البامب مثلا، يتحكم في البامب مش كده؟
والسنسور كمان محتاج سنسور عشان يشوف ايه نسبة ايه الشوجر اللي في الدم، والسنسور ده يدي بياناته لمين يا جماعة؟ يدي بياناته للكنترولر، صح ولا لا؟ اه. طب البامب ديت مش محتاج كمان نيدل، يعني ابرة كده مش كده عشان تضخ الايه ها تضخ الايه الانسولين مش كده، ومحتاجين ما يسمى بالانسولين ريزيرفر او مخزن للانسولين، ناخد منه مين؟ ناخد منه الكميه الانسولين اللي احنا هنضخها، ومحتاجين كمان الارم تحذير، خلي بالك نسبه السكر في الدم اصبحت نسبه معينه ليفل معين، لازم يبقى في الارم، وايه كمان وكلوك ليه التحكم في شغل مين؟ الكنترولر مش كده ولا ايه؟ وعندي شاشه لازم تظهر، شاشه ديسبلاي، شاشه تظهر بايه باللي حصل بنسبه الايه البلاد شوجر ونسبه الانسولين اللي الدم ضخها، لازم الكلام ده كله يحصل قدامك على الشاشه. شاشه والله محتاج كمان شاشتين، شاشه واحد وشاشه اتنين، اوكي مفيش مشكله معايا. اذا بدانا نقرا مع بعض احنا محتاجين ايه بناء على ايه يا جماعه؟ ها بناء على الداتا اللي انا قريتها سابقا معايا، ده تخيل تصور الهاردوير اللي انت محتاجه. طبعا كل واحد فينا يا جماعه ممكن يطلع هاردوير مختلف شويه نسبيا، لكن كله بيدور في الفلك ايه؟ في فلك الهاردوير اللي قدامك معايا. السلام عليكم ورحمه الله.